فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: الدعاء في قنوت النوازل، هل يجوز لكل إمام مسجد أن ينظر في المصلحة في ذلك؟ إذا صدر فتوى من دار الإفتاء فإنهم يقنطون، أما ما لم يصدر فتوى فلا، لأن هذا من الأمور العامة، ما كل يفتي فيها، من الأمور العامة ترجع إلى دار الإفتاء. نعم، انتهى. الله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.